شاركني تقديم الاستاذ الدكتور اسامه شحات نقيب اطباء الجامعيه، وهيكلمنا عن دور النقابه في دعم وحمايه الفريق الطبي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الاول سعيد طبعا بوجودي في وسطكم، استاذ النقيب محمد، كل الزملاء اسامه الدكتور مشي. طبعا برحب بالزملاء من فريق قانون النقابه الاخباريه الداخليه، استشار باسم السيد محمد بشار، استشار محمد بشار. الحقيقه احنا في الداخليه خضنا تجربه عميقه، انا بعتبرها تجربه عميقه مع ان عمرها قصير. وكانت اول حاجه اشتغلتها في الداخليه لما مسكت نقيب في 2019، لان الاطباء لما بيتصل عليهم حاله اعتداء او بيستعين بقى محامين النقابه بيدوق. التواصل مع النقابه كان ضعيف، وما زالت الان حتى التواصل مع كل نقابات مصر مش قوي لاسباب كثيره جدا. فمن ضمن الاسباب احنا بنحاول نوصل الناس للنقابه كان تكوين فريق قانوني قوي. كان دور فريق قانوني قوي ان انا كل ما سبت النقيب النهارده ان احنا هنجيب فريق قانوني قوي، هنجيبه ازاي وهندفعه منين وهنعمله ايه؟ القصه مش سهله، القصه مش بسيطه، يعني وبرضه فريق قانوني عشان بس القصه واضحه. قصة الفريق القانوني نفسه كمان مش قصة محامين، يعني القصة برضه مش قصة محامين بس متواجدين معانا في الرقابة، فالقصة برضه مش من المنظر ده. احنا فكرنا ازاي في الأول؟ أول حاجة فكرنا فيها ازاي نكون الفريق، وازاي حتى نعلن للأعضاء الجمعية العمومية تليفونات المجلس. أنا لو سألت حالاً حالاً في البحيرة، حد فيكم معاه في تليفون المجلس أو حد من مجلس نقابة أطباء البحيرة؟ 90% هيقول لا. ده حقيقي. مش على مستوى البحيرة، ده على مستوى مصر كلها. فكانت أول خطوة عملناها في تكوين الفريق القانوني إن إحنا بدأنا نشتغل على محامين من الجيل الوسط. محامين من جيل الوسط. جيل الوسط يعني إيه؟ ما هوش الجيل الكبير قوي اللي بيقفل موبايله بعد العشاء او مش فاضي. لو جبت واحد كبير قوي، مكتب كبير قوي، مكتب محامي كبير قوي، عنده مكتب وعنده ناس، هيقفل موبايله بعد العشاء او الساعه 10 يقفل الموبايل وينام. معظم الاطباء لما بيعوزوا حد بعزوم الفلاشة بعد هذا التوقيت للصبح. واحد نهار ورا نيم عندنا، نهار ورا نيم، لكن بالليل يعني مش دايما بتحصل الحاجه الزياده دايما بتحصل في المنطقه بتاعتك. فاخترنا جيل الوسط. بدانا نتعامل مع جيل الوسط ان احنا بنشتغل معاهم بالقطع. بنتعاقد مع المكتب بس بنتعاقد معاهم بالقطع. وعملنا معاهم عقود. القطعه انت هتروح المكان الفلاني، دورك الفلاني بقيمته كذا. دورك في المكان الفلاني بقيمته كذا، ما حطيناهمش راتب شهريا عشان ما نحملش على النقابه شيء في هذا المكان. النقطة الأهم بقى إن أنت حضرتك لما تكون في النقابة حقك، ولو شايف الحق بتاعك موجود وحق الطبيب موجود وحق مقدم الخدمة الصحية موجود ما بتسيبوش. يعني بتبقى في معوقات في النص من أطراف كتيرة جدا، من أطراف كتيرة جدا، وهحكيلكوا حالا من الأطراف اللي بتعمل إعاقة لاستعادة حقوق أو الحفاظ على حقوق الأطباء بالنسبة لك. أول مكتب عملناه، أول حاجة عملناها إن إحنا حطينا هنا أسماء مجلس الإدارة مجموعة منهم، وحطينا مكتب، أول مكتب اتعاقدنا معاه جاب أربع محامين معاه، مكتب جاب أربع جيل الوسط زي ما قلت، جاب أربع محامين معاه، واشتغلنا على هذا المكتب. بدأ لما الناس بدأت تعرف بدأ الشغل يكتر، فتعاقدنا مع مكتب تاني. وكل مكتب بدأ يزود عدد المحامين اللي معاه، المحامي شايف كده بقى تقريبا 14 أو 16 محامي. وأرقام تليفوناتهم وموجود على مدار الساعة، الأرقام دي الصورة دي موجودة على الكفر ليتر لنقابة أطباء الجامعية، بالكفر ليتر بتاعتنا. طب الموضوع بقى زاد، وبدأ الأطباء يعوا إن هم محتاجين محامين في كل خطوة بياخدوها، مش محتاج محامي كمان، ده ممكن يستشيروا. أنا قدامي الحالة دي بالليل، والحالة دي حصل فيها كذا، أتصرف فيها إزاي؟ فممكن المحامي ده يوجهه، فالتوجه هنا
بيفرق كتير جدا مع الطبيب ومع اعضاء المستشفى نفسها انه بيسيبوا يدخلوا في الطريق الصح. فبدانا اشتغلنا بطريقه ثانيه بقى كمان. بدانا من المحامين من المكاتب دي تشوف محامين في المراكز بتاعتنا. يعني مثلا انا في البحيره في دمنهور، في طرف دمنهور، لكن كفر دوار بعيده، يطيب بابوت ابعد، رشيد مش عارف فين، مسافات. لو انا معتمد على مكتب موجود في البحيره في دمنهور وجات حاله بالليل، مش هيعرف اروح رشيد ولا اروح فلطيم ولا اروح المناطق البعيده عني. فبدانا في المرحله الثالثه ان احنا نعين مكاتب موجوده جوه محافظه القاهره. واحنا عندنا يعني مثلا مدينه المنصوره جنبها ثلاثه قريبه جدا. اجي قريبه جدا مننا، لكن مدينه غرب بعيده. المطاريه الخط الشمال ساعتين سفر من المنصوره، ساعتين سفر من المنصوره. فمش معقول بالليل اجيب محامي بالليل واحركه هذه المسافه بالليل. وفي بعض الاحيان بيكون الامر ضروري جدا واخد المحامي داخل الكوب والمعركه نفسها او الحدث اللي حاصل تكون هذا الوقت. نيجي بقى نشوف ايه القصه بتحصل معانا ازاي. اول قصه بتحصل مع مديريه الامن. مديريه الامن والقصه اللي موجوده في مديريه الامن دايما عندهم الفكره ان الاطباء مش بيقوموا بشغلهم وان 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 وفي احنا بنحس في بعض الاحيان بالتحامل على الاطباء من هذه الناحيه. واعتقد القصه هنا فيها جزء كبير من الخطا. مديريه الامن فيها هيئه او فيها سيكتور او جزء منها من مديريه الامن نفسه قسم حمايه المنشات. نقط الشرطه اللي موجوده جوه المستشفيات تابعه لهيئه في مديريه الامن، اداره حمايه المستشفيات. اداره حمايه المستشفيات دي دايما بيكون فيها عميد او عقيد. لازم نقعد زي النقابه تقعد مع الاداره، تقعد مع الاداره دي وتحدد الخطوات العمل جوه هذه الاداره. يعني انا تم الاعتداء على طبيب في مستشفى دمنهور مثلا او مستشفى حكاية الضرب، ما هي الخطوات التي يجب اتباعها السليمه للحفاظ على حق الطبيب وحق المريض في نفس الوقت؟ احنا شريعة على الطرف على حساب طرف تاني، احنا هنشتغل للطرفين، بس المهم ان الطريقه من القصه تتم بصوره سليمه. فلما قلت ان احنا لازم في دي مرحله اول خطوه لما انا استلمت دي ده مسكين الاداره، بس حصل عندنا حقيقه خطا او حصل عندنا ان احنا خلاص قعدنا مع الاداره مره فاعتقدنا ان الامر ساري. فوجئنا في مرحله ان بدا يحصل ضربات. وايه يا جماعه في ايه؟ اعتمد الاداره مشيت وجت اداره جديده لا تعلم عن الاتفاق السابق شيء. فهو التواصل مع الادارات بصوره مستمره بيخلي الحدث دايما شغال. ودي كانت الاداره الجديده. لما بدا يحصل ضربات في النص وقعدنا مع الاداره الجديده كان المدير جديد انا يعني سمعت عن الاتفاق بس ما عنديش تفاصيله. فقعدنا معاه تاني وبدانا نحط تفاصيل الاتفاق تاني. ايه الخطوات اللي يتم اتباعها عند حدوث اعتداءات طبيه على الفريق الطبي في محافظه الدائري؟ نيجي بقى للنقطه المهمه وهي عمل محضر لاسم المنشاه. احنا كنا في 2019 ان احنا في الطاقه الطبيه الاهليه اول ناس حطينا بروفه وحطينا البروفه دي للمحضر. مفيش محضر، مفيش حد من الهيئه الطبيه يتم الاعتداء عليه الا يتعمل محضر بهذه الصوره. وبرده كان في نقطه تكه كده حصلت مع النيابه العامه. وهحكي لك برده حضرتك ايه كانت المشكله. النيابه العامه ما كانتش معترفه بهذا الوضع في الاول. ايه اللي حصل؟ احنا عملنا الكلام ده ولما اتفقنا مع اداره حمايه المستشفيات او تامين المستشفيات ان لازم المحضر يتعمل باسم المنشاه ما كانش عندهم مانع، لكن كانت النيابه العامه كان عندها مشكله. وهقعد احكي لحضرتك حاجه كانت ايه المشكله عند النيابه العامه. في 2019 بعد ما عملنا المشروع بتاعنا قدمناه لوزاره الصحه، وزاره الصحه اصدرت قرار في 2019 بان اي اعتداء يتم على مقدمي الخدمه الصحيه يتم عمل المحضر باسم المنشاه. تم في شهر 8 السنه دي او شهر 10 او من كام يوم تقريبا، كان شهر او اثنين، مكتب وزير الصحه اصدر تنبيه ثاني بالقرار. القرار اهو بتنبيه ثاني
في شهر 10 تقريبا او شهر من شهر او شهرين بيننا يا جماعه كل مقدمه خدمه صحيه اي اعتداء تتم هذه بهذه الصوره. وزاره الصحه ده فورمه وزاره الصحه الرسميه دي كانت فورمه اجتهاديه. ده قرار وزاره الصحه والفورمه دي لسه نازله من شهرين. الملف المفروض تكون موجوده مع كل مدير المستشفيات وفي نقطه المستشفيات لتسجيل الكلام ده ان حد الداتا. طيب ايه بقى المشكله اللي حصلت مع النيابه العامه؟ اللي حصل مع النيابه العامه احنا ما عنديش قرارات كده. قرار محمد عبد العهد. عبد الله باشا الوضع 1 2 3 4 احنا ما بنتابعش احنا بندافع عن الحق. الطبيب تم لما عنده خطا انا ما عنديش مشكله يتحاسب. بس برضه ما ينفعش الواحد يخش المستشفى يتم ارتداء حكم الطبيه كسر الدنيا. وبدا بقى التفاهم بيننا وبين النيابه العامه. مش في القانون بالاعتداء على المنشآت العام على المنشآت على اسناد الوظيفه بيتم في كل مصر غير المستشفيات. بص يا باشا انا بحكي واقع موافقين على كلامي؟ بيتم لو رحت الشهر العقار واذا عديت صوتك بتتاخد من قفاك. لو رحت اي حته واتكلمت بتتاخد من قفاك الا المستشفيات. تتم من مدير المستشفى او مدير المناوب. دي مذكره بيتم ارفاقها بالمحضر نقول شخص الشخص نقول بقى ده مثله ايه بقى يا باشا؟ مثله مزايا كبيره جدا واقول لحضرتك ايه المزايا؟ هقولها لك حاجه واحده لك حاجه معروفه. جينا خطوه بعد كده قلنا ان احنا عاوزين مستشار من النيابه العامه او النيابه الاداريه يكون موجود داخل المقر. فخاطبنا وزير العدل انه احنا عندنا مشاكل كتيره جدا مش عارفين نحلها فهو قال ماشي هبعت لكم مستشار فبعت لنا مستشار نيابه اداريه الكلام ده سنه 2024 وكل سنه بيتجدد المستشار ده من وزاره العدل موجود داخل نطاق الاطباء الاداريه. انا جبت القرار الجديد اللي لسه طالع بقاله شويه من يوم وجبته ليه بقى؟ لان القرار ده سيطر في البحيره اهي طلب مستشار موجود اسمه هنا هو في نفس القرار اللي موجود مع نقابة أطباء الإدارية. يعني الفكرة موجودة وفكرة بلد وممكن تطبيقها من بطلب من وزارة العدل مستشار داخل النقابة تابع لوزارة العدل عشان يوجه لك الكلام ويوجه لك السكة هتتحرك فيها ازاي ده له دور قانوني ده حتى في العقود اللي بنعملها في النقابة حتى العقود اللي بنعملها في النقابة وأجزاء إدارية جوه النقابة بيراجعها معاه حتى التحقيقات مع الموظفين اللي جوه النقابة لما يكون طلع من المستشار منتدى في وزير العدل بيكون القصة عندنا إيه؟ قصة مختلفة. لما قعدنا مع المحامي العام طلعنا له القانون وقلنا له باشا دلوقتي المفروض مفيش لا يتم استدعاء أي طبيب من النيابة العامة غير بعلم النقابة. ده قانون. والمفروض في القانون ان عضو مجلس من النقابه يحضر التحقيق كمان. ده قانون اتحاد المجلس. كويس؟ بس ده بيتمش. طب الحل ايه؟ قال لي طب احنا بيتمش لان احنا مش عارفين نوصل مع حد. قلت له بس تليفوني اهو ورقه رسمي اهي الواتساب بتاعي اهو بص احنا عاوزين الدكتور فلان الفلاني عشان كذا 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 كذا. بقت عندنا خطين للعمل لحمايه الاطباء في هذا الاتجاه. الخط الاول مع اداره حمايه المستشفيات ومديريه الامن الداخليه ان اي استعلام هيتم عن طبيب يتم عندنا قبلنا بدري. مظبوط؟ يتم بدري. وحتى طلب النيابه للاستدعاء بيتم عن طريقنا والتنسيق مع النيابه العامه في الداخليه بيتم بالتنسيق وعندنا بقى موظفه موجوده جوه النقابه تدورها. تتواصل مع وكيل النيابه وتحدد الميعاد للطبيب عشان الطبيب ما يروحش يقف بره ساعتين ثلاثه اربعه. وده كان بيعمل حساسيه كبيره جدا بين الاطباء وبين وكلاء النيابه جوه النيابه العامه. ان الطبيب بيروح متاخر نص ساعه او بيروح او عنده تحقيق زياده انت هياخد ساعتين ثلاثه اربعه فالطبيب بيقف بره بيحس ان في نوع من انواع الادمان او المهابه.
فاحنا نسقنا الموضوع ده تماما. طب دي اشكال لنيابه المنصوره تاني ونيابه مدينه النصر، اشكال ان ازاي النيابه العامه في الدقهليه فتتم الاستدعاء عن طريق نقابه اطباء ايه؟ عن طريق نقابه اطباء الدقهليه. دي الخطوات، ده الفريق القانوني جزء منه طبعا، عندنا فريق قانوني كبير ما شاء الله، ما بيديلوش فلوس، يعني على ارض الاستقرار عندنا مباشر. يعني مستشار النيابه الاداريه، مستشار النيابه الاداريه المفروض ياخد فلوس، بس احنا قبل ما نجيبه انا قعدت معاه واتفقت معاه وكاتب اقرار على نفسه. بص يا باشا، احنا في نقابه اطباء الدقهليه مستحق. الفلوس ده مستشار، مستشار حبيبك مثلا، صاحبك، قريبك، مستشار انت مع زميل دراسه، فانت بتجيبه وتقول له تعال اقعد معايا يوم في الاسبوع ساعتين ثلاثه وعلى التليفون وتكتب لي ورقه انت شفت فلوس. بس يا سهل ولا صعب؟ سهل ولا صعب؟ سهل ولا صعب؟ سهل والله، سهل والله، سهل يعني. حضرتك لو استشرت فيلم استشرت انا معاك فيلم راح فيلم معاك ان شاء الله تعالى بس معاك بس عجيب 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 بس هم ساعتين في الاسبوع، ساعتين في الاسبوع مش بيقعد معانا ساعتين في الاسبوع ومجربينه كاتب ورقه ليك عشان برضه ما يجيش اعضاء الجمعيه العموميه عندك يقول لك انت جاي فلان بتديله كذا، ما هو حمايتهم يا باشا، وجاي فلان بتديله، ما هو حمايتهم. بس بص يا باشا، عنده مشكله ايه؟ الجمعيات العموميه عموما في الاطباء بالذات مختلفه عن اي جمعيه عموميه ثانيه. هيقول لك انت جبت وما جبتش ولا بقى معلش. احنا خدنا الخطوات، قلنا السبع خطوات دولي، اللي احنا خدناهم كلنا بس قرانا بس كده من على الباب. اول خطوه ترسل الشرطه لنقابه اطباء الدقهليه بالاستعداد. فاحنا في النقابه بنتواصل مع الطبيب نقول له الشرطه تستعلم عنك ليه؟ ايه المشكله اللي عندك؟ فيقول ده مفيش، انا كان عندي عيال عاملين لوز وحصل مش عارف كذا كذا كذا. طب يا حلو بقى بالراحه كده، جهز ملفك الدوكيومنتيشن بقى يا باشا. ملفك وراح مع الاداره وكان مدير المستشفى، ملف الحاله الفلانيه يسحب بقى على جنب، لان في النيابه في استعلام عن الموضوع ده والنيابه هتطلب فيها فتره قصيره. وراجعوا الدوكيومنتيشن بتاعتكم، راجعوا تحاليلكم، راجعوا اشعاعكم، مفيش حاجه تروح شمال، مفيش حاجه تروح يمين. كل الملف ده اتحط بقى على جنب كده خالص، الدكتور امين كده بقى اتحط على جنب خالص بقى. تاني حاجه تم التنسيق مع قسم الطب. دي بقى النقطه بقى الحيويه. وكلام النيابه لما بيطلبوا الطبيب كانت اللي بيحصل في الدقهليه الان اعتقد بيحصل في كل انحاء مصر. عارف بلاقي النيابه باشا لابسين شيك كده وحلوين وعندهم ابتسامه كده حلوه جميله ما شاء الله عليهم يعني. ويقول لك ده الموضوع بسيط جدا ما عندناش مشكله، ويقول لك ايه ده ايه؟ ده مو انتشار. الموضوع ما فيش اي مشكله خالص. كل المطلوب من حضرتك بس كده ورقتين كده تكتب بس على التقرير وانت قاعد كده بس ايه اللي حصل بالظبط. التقرير الطبي اللي بيتكتب قدام وكيل النيابه في مكتبه بيكون هو اكبر دليل هداه الطبيب في بعد كده. ليه؟ احنا كاطباء زي الدكتور امان كده قالت، احنا بنبقى اطباء بنهتم من الناحيه الايه؟ العلميه. ولكن لا نهتم من الناحيه القانونيه. عشان كده كانت الخطوه اللي بعدها وهشرحها بعد كده ازاي احنا عملنا بروتوكول مع قسم الطب الشرعي في طب الايه؟ في طب المنصوره. الخطوه اللي بعد كده ان احنا الطبيب يروح للنيابه العامه يتم التنسيق مع محامي النقابه وبيجهز مع التقرير اللي بنعمله من قسم الطب الشرعي. الثمان وسبع ثمان نقط دول حلوا لنا 98% من المشاكل الموجوده في الجامعه. 98 كل مشاكلنا بدات تتحل، والتراك من الاطباء عرفوا التراك نفسهم يتحركوا فيه ازاي ويعملوا فيه ايه، يتحركوا يعملوا فيه ازاي. حتى امثله كتيره جدا، أنظمة الاعتداءات اللي عندنا في الدقهلية مش عارف يا جماعة. أنا كنت حاضر مرة واحدة الدكتور زغلول عشان بس التزييف بقى. كان حدث مرة اعتداء في مستشفى دمار التعليم، كنت أنا قاعد مع قيادة أمن المهر وعرفت إيه اللي حصل. لا بصوا بقى، القصة فيها اهتمام جدا من القيادة الأمنية بإدارة الأطباء، فيها اهتمام. بس في بارير تخلوا بالكم منه، ما بيوصلش الامر للدرجه الاعلى بطريقه صحيحه عن طريق نقط الشرطه الموجوده في المستشفيات. نقط الشرطه الموجوده في المستشفيات. لاسباب كثيره جدا ما بتوصلش الامر
القياده بتاعتها بطريقه سليمه. عشان كده التواصل مع القياده امر مهم جدا جدا جدا. في كثير من الاحيان بتروح تعمل محاضر تطرحها بس انا مش هتخش عايز اسمع بس تفهم الموضوع. في بارير، في فاصل، في حاجز بيننا وبينها في المنطقه ديت ونقطه الشرطه. لا، التواصل مع القياده الامنيه هيحل كثير من هذه المشاكل. دكتور الدرجي استاذ في جامعه بنها بيعمل اسطره عيانه في اكبر مركز اساطر في المحل في المنصوره. الست كانت داخله جايه بتيكي ايه مخرجه من المستشفى. راجل نسمه والست ارست حاول معاها 68 غرزه. هو ضرب 68 غرزه عمل في ضهره 68 غرزه. 68 غرزه. مشكلة تانية في الفيرنس ومشكلة في القاس، مشكلة بالقاس محطوطها بالقاس ومش محطوطها، مشكلة في الجمسة. مصيفين بيصيفوا في مصر جمسة. 200 وقع على الجنب بتاع اللي هو مش على البحر ده اللي هو بس راح معاهم حوالي 200 واحد. فترة صغيرة. الدكتور ده يا جماعة طب احنا بس بنشتغل على الدماغ وبتاع ومش مشكلة خالص. حصل احتكاك بين الاطباء وبين التمريض وبين الاهل المدرسه ده كسر الدنيا. بمناسبه المذكره التفصيليه اللي بتضاف على المحضر من ضمن النصائح اللي نصحنا بها ان احنا بنضيف فيها اختلافيات. رجال القانون هيعرفوا ان الضغط ده ان المحضر زي حضرتك كده هيتحول الى محضر اضرار بالمنشاه العامه. مش معنى الاعتداء على طبيب بقى. ده احترافيات كرسي اتكسر. ده احنا في الجامعه خدينا ايه اللي اتكسر؟ كدمه. ايه الكدمه؟ وكان نقول لنا شيلوا الكدمه بس من المحضر. لا مش هنشيل الكدمه. الكدمه. ففي المحضر وبقى ده قضيه اعتداء على منشاه عامه. قضيه تعدى على منشاه عامه غير الاعتداء اللي تم على الاطباء والفريق والهيئه الصحيه الموجوده في المستشفى. فطريقه كتابه المذكره اللي هي طريقة كتابة المذكرة نفسها اللي كتابة المذكرة نفسها وطريقة عرضها وختمها وإضافتها. النقطة ديت بتخلي نقطة الشرطة تاخد المعتدي وتكلبشه وتودعه على فين؟ على القسم التابع للمستشفى. والطبيب يستكمل عمله في المستشفى. يعني في كثير من الأحيان بيتعمل محضر ضد محضر والاثنين يطلعوا البوكس مع بعض ويكلبشوا مع بعض. ده انتهى تماما. انتهى بس برضه وعيد انا قلت في بارير موجود مع مؤمن الشرطه وفي بارير برضه موجود في بعض الاحيان من مدير المستشفيات. وبخاصه في المدن الصغيره. بيبقى الناس كلها اهل وعارفين بعض. واحد اتنرفز وعمل يقول لك لا استنى معلش يقعدوا مجلس نواب يخش يتدخل يا جماعه نحل الموضوع احنا حلينا الموضوع ده وبنخليهم يدفعوا فلوس. يعني احنا بنعاقب المعتدي بعد لما بيجي نحلها ودي بقى بنعرف في الاخر خالص بنخليه يبقى بنغرمه عشان بنعرف البلد كلها من فلان مغرم عشان ما عادش يدفع فلوس عشان ما عادش يعني وكاله هذا الموضوع. جينا بقى للخطوه المهمه اللي هي عمل بروتوكول مع كليه طب المنصوره مع قسم الطب الشرعي. قسم الطب الشرعي في طب المنصوره بتخص دكتور امال عاملين حاجه عندهم لعمل التقارير الطبيه، مش تقارير طبيه بس ابتدائيه، ده احنا اتفقنا اتفاق مختلف خالص. تريني بدل ما بيكلمه يقول لك يا دكتور خليه يجيب معاه وجهه تقارير طبيه. فاحنا بيكون معانا الملف المريض بياخد الملف وبيطلع لقسم الطب الشرعي في طب المنصوره وبيقعد معاهم ويشرح لهم ايه اللي حصل. هم بياخدوا الكلام اللي اتشرح لهم وبيخلوه من الناحيه القانونيه عشان لما يروح لوكيل النيابه يسلموا التقارير مكتوب على الكمبيوتر ممضي من الطبيب ممضي من قسم الطب الشرعي المنصوره ان تم مراجعه هذا التقرير. الحقيقه الموضوع ده بيريح الطرفين وكل النيابه بيرتاح لانه جاله حاجه ريكومندد من هيئه رسميه لهذا الموضوع بيحفظ الموضوع. في الكثير من يعني معظم الاحيان بيحفظ الموضوع بيحفظ الموضوع وبيخلص انت يا باشا بتدفع مع الدكتور عمال يا باشا ممكن تتقاوم في المنصورة يا باشا ما عندناش مشكلة. احنا طبعا الصورة ديت كانت في الكلية مع العميل.
معينه. وبعدين ده كنا في انزلال القسم نفسه مع كل فريق في الطب الشرعي. نعم خلاص ده خلاص خلاص. جينا بقى بس انا لسه في بس نقطتين لسه هنتكلم فيهم. لو النقابه شايفه ان هي معاها حق وفي بعض الاحيان تتم الجور عليها من قيادات سياسيه او قيادات تنفيذيه يقع محل. احد اعضاء مجلس النواب دخل مستشفى عندنا في الزاهدية في رمضان. طبعا دخل الساعه 6 قبل الفريق قبل الفطار بالظبط 4 ساعات. اعتقد كل مصر عارف الحدث ده. الهام عجينه عضو مجلس النواب دخل مستشفى شربين المركزي وبدا يعتدي باللفظ والقول على المستشفى، عاوز يراجع التذاكر، وهذا الامر متكرر في كثير من المستشفيات وبالمرور مرور الكرام. احنا في القاعده الطبيه الاهليه حولنا الحدث الى امر راي عام. راي عام. خلينا الصحافه وخلينا كل محطات التوك شو كله اتكلم كله فتح وخاطبنا البرلمان وتم تقديم منه اعتذار رسمي في القاعه الرئيسيه في البرلمان عن هذا القرار. طب هو مش قصه انه اعتذر، ما اعتذرش مع اعتذار خلاص يعني. لكن الفكره ان عضو مجلس النواب ليس من حقه الدخول والتفتيش على الموقع. عضو مجلس النواب شايف ان في خلل في المستشفى اللي ضروري يروح البرلمان هناك ويقدم طلب احاطه، يروح لوكيل وزاره الصحه ومدير المستشفى هناك يحاسبهم هناك. لكن ما يخشش المستشفى ويحاسبهم جوه المستشفى بهذا الايه؟ بهذه الطريقه. بدانا بقى زي ما بنعمل النهارده، بدانا نعمل ندوات مع قسم الطب الشرعي مع الفريق القانوني مع النقابه في المستشفيات الداخليه المختلفه، لان يعني برضه الاطباء ما يعرفوش الكلام ده. يعني كتير احنا ممكن شويه بقول ايه وانا بالداخليه، لو جيت سالت اطباء الداخليه هتلاقي اكثر من نصهم ما يعرفوش حاجه الموضوع ده. برضه وتلاقي راح يدرب لوحده وتلاقي عمال يشد لوحده مش عارف ايه لوحده. والتواصل اصلا دكتور محمد بين النقابات وبين الجمعيه العموميه مش قوي على مستوى مصر كلها. فبرضه احنا بدانا نخش المستشفيات ونقعد مع الادارات ونجيب معهم من الاجتماعات ونشرح لهم احنا ليه بنعمل الكلام ده كله. اخر بقى منطقه مشروع المقرر القانوني المسؤوليات الطبيه. زي ما حكيت لك كنا قاعدين في الاستراحه قبل ما نحضر بتاع النهضه، ده الدكتور نسيم عمر اللي كانت عامله كل الطب المنصوره اللي احنا مصورين معاه البروتوكول، ودخل البرلمان فكتب البوست ده. وبدانا احنا لما بدات دخلت المشروع اللي كان مقترح عملناه على البرلمان، جبنا الدكتور كان ايمن سالم وكان اسامه عبد الحكم مجموعه معانا وقعدنا معاه وجبناها وقعدنا اتناقشنا تاني وجبنا القانون قبل ما تخش البرلمان، قعدنا راجعناه تاني معاها وقول زي حضرتك انا ما عملت في البحيره وحطيت ملاحظاتك برضه كلهم لهم هناك. وبدا طبعا مشروع المسؤوليه الطبيه مش هتكلم فيه بقى باستفاضه، لكن هو مشروع في نهايته وخلاصته يحمي المريض والطبيب ولا يعرض الطبيب لاي حاله من الاحوال الى الحبس. ده الضرر الاساسي. حمايه الطرفين، حمايه الطرفين، ولا يعرض الطبيب الى الحبس. لان انا داخل اشتغل مع مريض نيتي كويسه، خدت كل الاسباب السليمه، عملت كل الاحتياطات السليمه، حصلت مضاعفات مكتوبه في الكتب موجوده، ده مش ذنبي. ده مش ذنبي، مش معنى ان حصلت مضاعفات ان انا اخش السجن في النهايه. وده الغرض من قانون المسؤوليه ده المجلس بتاعنا في البتاع وطبعا في النهايه بكون شكرا جزيلا. شكرا. اشكر زميلي وحبيبي الاستاذ الدكتور اسامه الشحات. على فكره هو استشاري كده استاذ كده زينا، فاحنا دايما ايه قشره بتربطنا يعني من عشرات السنين يعني. وربنا يديك الصحة وتعبنا حضرتك يا دكتور أسامة. أي حد ليه سؤال أو استفسار بالنسبة للدكتور أسامة؟ يا ريت ما بيشتكوش يعني. إحنا؟ أه يا باشا بنشتكوش. لا يا باشا. دكتورة جدع ولد جنحة قبل كده. هو اللي بيحصل ولد جنحة. مريض اتعمل له فصيله
الكروس ماتش بتاعه اتعمل غلط في بنك الدم. مش لسه في القصه الاولى اتعمل غلط واللي عمله ما هوش مؤهل مش فني بنك الدم. وهي عشان الدكتوره اللي موجوده هي اللي شالت الاضافه. فالحمد لله عدت على خير. الحمد لله. الله يخليك. شريف. اهلا وسهلا. دكتور اسامه. حضرتك ال ال طبعا مجهود مشكور اللي حضرتك وصلته له ده. حقيقة هل في قوانين مذكورة ولينا حق المطالبة فيها ولا دي معظمها علاقات شخصية؟ و ده سؤال جميل جدا. بص ده سؤال جميل جدا. شوف كل الناس عديت المرحلة دي. كل اللي تم ده تواصل شخصي. ممكن التواصل الشخصي زي ما قلت في المحاضره بتاع المعقول مع الامن، الامن لما اتغير التواصل ده بقى حتى مع رجال القضاء لما الناس بتتغير في المحاضره جديده في الامن بيقول لك انا ما عنديش فكره على ايه احنا متفقين على ايه؟ فبنلاقي الكلام ده. لكن احنا فعلا في مصر محتاجين بقانون تحديد الكود بالظبط. احنا محتاجين بقانون لا محتاج افراد ولا محتاج حشو ولا تغيير افراد ولا علاقات سيستم ثابت ولا علاقات سيستم ثابت سيستم ثابت تطبع على الكل وسهل سهل على الكل. تم اعتقال اربعه من الاسره. اعتقال. نقول تاني بالراحه. اول سلايد انا حاطه كان ايه؟ ما لا يضيع حق المطالب.
بس تكون قوي. تقول ايه؟ تكون قوي وتستحمل وتوقف وتقول لا انا ما اقدرش، انا هقف كده اهو، هقف صلاه. ليه؟ تروح للدكتور الامن. المهم دلوقتي الناس دي مش عارفه تخش بيوتها. قال لي نعم. ازاي؟ اهو قال لي رساله على الواتساب ولا رساله على الماسنجر، ابعتوا لي فلان، ابعتوا لي علان، وكل الكلام ده. هم في حاجه اسمها الكلام ده. احنا شغاله. بص احنا شغاله. احنا البلد كلها بتمارس فيها القانون. بس احنا ما بنعرفش نقطه، احنا بنضرب بعض بعربيه في الشارع. سيبوا يعمل حاجه مع الخطه بتاعت سيبوا يعمل. لا يعني احنا في بلد المصريين بيحصل في الدوار مش في العربيات. لا الواحد مكان عمله وكلمه الغباء عليه حقوقك بعد المحاضره دي بقت واضحه معاك النقابه على ظهرك ما عندكش مشكله في اي حاجه خالص خد حقك بس اجري. ايه المشروع؟ مره الثانيه هيتقال كده. هيتقال كده ان صفه موضوع التعليم اللي بيخش هناك بدل المشكله بيروح القسم للحبس. على كل بقى حد بيوقف جنب الكتاب هناك ولا كاتبه هناك خالص. سمعه هي القصه اللي عمل كده. هي القصه اللي عمل كده. شكرا طبعا هو 90% بيخلص على علاقات شخصيه. حاجه ثانيه ان الاطباء لما بيروح النيابه معلش يا سياده المستشار بيبقى في سوء معامله لهم. صحيح يعني الدكتور اولا بيبقى واقف في طرقه في وسط المجرمين في وسط الناس كلها. الحاجه الثالثه طبعا يعني بيتركب بالثلاث ساعات والاربع ساعات والخمس ساعات. النتيجه دكتور اسامه بقى ايه؟ ان الدكتور طبعا ما حدش فينا فاضي ان هو يروح في الشهر مره واثنين ويتركن بالسبع ساعات والثمان ساعات والمعامله انا اسف لا طريق واخد بالك حضرتك. فطبعا كله بقى لا بيخلص اتنازل للاسف الشديد. انا كان ليا كلام كتير ده بس يعني بالعلاقات الشخصيه كنت بقدر ان انا اتكلم مع حد من الفيلم. التواصل بس معانا مفيش واحد يعني عمل المثلث ده مع دعم مدير المستشفيات. لما بروح في البنك المدير مش عامل ولا دماغ اسم يتحط ليه في المحضر او الطبطش اللي موجود تحت النهار. لا هي القصه عاوزه التنسيق التام ومعرفه الناس بحقوقها في الاخر هتبص تلاقي الموضوع ايطاليين بالخطوه مدير المستشفيات. ماشي ركزوا شكرا لدكتور اسامه شريف متقدم.